اللي عملته بلا طعم. فهمت علي ليه؟ كنتوا مهضومين تناتكم. اوكي الغنيه واطي عليك لانه عاليه كثير على حنان، بس بالنسبه لي غنيتوا مثل بعضكم. برافو حنان، غنيتي احسن ما انت بتغني بكل البروجرام. يعني هاي ثاني مره بيرفورمنس بالبرايم 12 بنشوف حنان عم بتغني. اوكي عم تغني فالسيت وما في ما فيها كثير مرجله، بس انه غنيت في ثبات بالنوت وبرافو حنان. يعني صعب انه توصل لهالمرحله، ويعني انا هون مثلا بدي لك بس اعطيك اكزامبل كيف ايسا انه هذا كنت فضي هذا اللي عم تغنيه هلا اللي هو بالنسبه لي المينيموم بالمغنى، هذا المفروض تغنيه كنت باول بروجرام مش هلا، هلا المفروض تكوني كنت بمرحله متقدمه اكثر. بس هذا يعني بضايقني بالموضوع. يعني انا هدول بقول لك برافو، لو كانوا قبل كان بالنسبه لي بزقف لك يعني وبقول لك برافو برافو، هلا ما بدي شجعك كثير لانه صرنا باخر البروجرام تقريبا وبعدك عم تغني اضعف من غيرك، عم تغني صح بس مش هذا المطلوب بالبرايم 12. مش انه نغني صح ونغني على النوت والايقاع وكذا، هدول صاروا اي اي صاروا الاي بي سي بالمغنى، هيدا مينيموم. يعني نسيم للاسف غنى مثلك مثله، يعني انا برايي نسيم كان بمستواك ما كان احسن منك. انا بتوقع نسيم يكون مدري وين، بس الغنيه واطي كمان بدنا ناخذ شيء مع الاعتبار. تفلسفت بمحلات ما تتفلسف فيها، هيدي غلطه ما تتوقع فيها انت خاصه بالذات. اي اي حسيت انت كان عم تعمل عربي وانا بغني. يا اخي نحن ما فينا بتغني، بس اول شيء ايقاع حبيبي العربي ما في بدون ايقاع، يعني فشلت دايركت اكس دايركت تغري بسباك اكس. انا هيك مش بك شيء لك شيء ما تعتبره ما عم شارك اكيد. لا لا بدي اسمع رايك. مش عم شارك هي ما لها طعم، ما قلت ما جاء ما لها طعم، بس انا وحنان كنا متفقين انه وقت اللي هي بتغني انا بسكت، بس حنان فجاه لقيت انه حنان سبت سو قلت لازم اغير.